In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. Happy uh, Coptic New Year. And today is the first week of the Coptic uh, calendar New Year. So, as year passing by year and year comes after, if every, every one of us we practice the New Year, we we might uh, uh, call the hagis maha renew the contract. If we have a contract, we renew it's a contract every year. So we, if you have an apartment and you, you renew the the contract every year, you have a business. You renew the contract every calendar year. If, we, if you're renting, if, uh, here in the church we, re we renew the contract as we're renting. When you we renew the contract every year, so also in our spiritual life, we need to renew our contract spiritual contract with the Lord. Yesterday the gospel was talking about, it. woe to you, oh, oh, scri uh, scribes and Pharisees, or oh hypocrites. نبتدي بالسنه الجديده، ربنا بيقول لنا خدوا بالكم من موضوع الرياء. خدوا بالكم من موضوع الرياء بلاش اكون من جوه حاجه ومن بره حاجه فنصلي نقول يا رب خلينا بره زي جوه جدد يا رب قلوبنا جدد العهد ان احنا نكون معاك ونشتغل آه سنه جديده معاك وزي ما المثل السيد المسيح بيقول كان في شجره ما بتعطيش ثمر فلما جه وقت الحصاد جه الاونر عايز الثمرة من الشجره فقال له مفيش ما فيش ما ال, اللي ال, ال, بيرنت اللي رنتنج ده فارم قال له الشجره دي ما مد, ادتش ثمره السنه دي قال له اقطعها قال له طب بس يعني ايه اتركها هذه السنه ايضا هحط عليها الراوند كده فرتلايز ووتر واتركها هذه السنه ايضا سيم ثينج it داز with مي انا كمان ب, بصلي واقول اف the reach enough i didn't achieve spiritual level enough the police lord or i fail in some spiritual canon the police lord let it go this year also and the on the gospel today as we uh, as we read on uh, on book of luke chapter seven verse thirty. who has the But the Pharisees, they don't want to renew it. They don't want to renew the contract. But the Pharisees and lawyers rejected the will of God for themselves. You know what? أنا حابب كده. أنا حلو قوي كده وعاجبني الوضع كده وأنا عايش حياة الخطية. I live in the sinner's life and I like it this way. So, as we also هير ده جاسبر اوف يشر ده الويلات جاسبر الويلات وو فكان في تسع ويلات ويل لكم ويل لكم ويل لكم ان ان ماثيو شابتر 5 بلصد ار يو في تسع مباركات تطويبات انجيل التطويبات توباكم ايها المساكين بالروح توباكم ايها الحزان الان توباكم ايها العطاش توباكم ايها الجياع تواكم تواكم في تطويبات وفي ويلات عايز تبقى مع مين the Pharisees and the lawyers rejected for themselves أنا 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 عاجبني كده لا عايز يوحنا المعمداني يوبخني ولا عايز أبونا يطلع كل شوية يقول لي تعالى اعترف ولا أبونا شوية كل شوية يقول لي تعالى بدري الكنيسة ولا عايز أبونا ولا عايز حد يكلمني for themselves أنا عايز أعيش بالقانون

as is what whatever بقى kind of life that you live. but if i want to live uh, if i want to live a new life i i tell you like three points quickly uh, three points how i can it uh, choose a new life ازاي اجدد العهد بتاعي وازاي ان انا ابتدي سنه جديده مع ربنا وان انا اقول له يا رب انا عايز جددني يا رب توبني يا رب فأتوب عايز أعيش حياة جديدة بلاش حياة الخطية اللي أنا كنت عايش فيها أو بلاش العادات الشريرة أو أو, أو بلاش الحاجات دي خليني يا رب أعيش آه حياة جديدة طب أعيش حياة جديدة إزاي How كان I live a new life First of all If you If you renew the contract Definitely You will build you will put new rules ناو السنة اللي فاتت حاجة الأسعار غليت مش عارف الضرائب عليت ال إيه ال احنا بقى ايه هنحط نيو رولز بقى السنة الجديدة ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش اللي فات فات خلاص ونبتدي حياة جديدة سو so, a new life means a new master في واحد جديد انسان جديد انا هتعامل معاك بشخصية جديدة طيب يبقى عايز واحد يكون جديد شخصيته جديده، a new master. Whom, whom you serve identifies our master. Whom you serve. الواحد بيخدم مين؟ هل انا بخدم انا بخدم السوبرفايزر بتاعي، انا بخدم المانجر بتاعي، انا بخدم اللذات بتاعتي الشهوات بتاعتي، مين الماستر بتاعي؟ لو أنا عايز أبتدي حياة جديدة يبقى أنا عايز نيو ماستر سيد جديد أو إله جديد أو واحد أخدمه بحياة جديدة as in the book of John Chapter 8 verse 34: whoever commits sin is a slave for sin. من يفعل الخطية فهو عبد للخطية. طيب أنا لو أنا بعمل الخطية أنا شغال عند الخطية. طب ينفع انا ابقى شغال عند الخطيه الخطيه هي اللي مسيطره عليا والخطيه هي اللي مسكاني والخطيه هي اللي متحكمه فيا لو انا عايز اشتغل حياه جديده اجدد العهد مع المسيح في سنه جديده عليا ان انا اختار بلاش اكون عبد للخطيه بس اكون عبد للمسيح ان 1 كرونثيمز شابتر 6 Verse 12 بولس الرسول يقول ايه؟ All things are lawful for me but all things are not helpful. كل حاجة بالنسبة لي هو أنا بعمل غلط؟ لا يا حبيبي مفيش غلط بس ما مفيش حاجة تسود عليك. All things are lawful for me but I will not be brought under the power of any. أنت عايز تبقى under the power of sin or under the power of Christ. If you want to power under the power of sin, you will be a slave for sin. if you want to be uh, under the power of Christ, you will be called his son. You choose. عايز تجدد العهد عايز تعيش حياة جديدة اختار كل الأشياء تحل لي لكن هل كل الأشياء توافق what's wrong with uh, with مثلا dancing nothing wrong بس is that lawful or appropriate انك ترقص انك ت تشتغل حسب الجسد تتمايل مع الجسد ينفع كل الاشياء تحل بس ليس كل الاشواء توافق عشان كده ما عندناش حاجه اسمها حلال وحرام رونج اور رايت في لوفل اور نوت لوفل ابروبريت اور نوت ابروبريت سان بول ان 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 ذا ان ذا ابيسل اوف Philippians chapter the first chapter verse verse سان بول بقى يقول ايه انا هختار حاجه جديده يقول ايه بول اند تيموثي باوند سيرفنت اوف ذا لورد انا عايز ابقى عبد للمسيح هنلاقي ان القديس بولس الرسول في كل الرسائل all his apostles epistle, starting the 14 apostles starting that I am bound servant انا عبد لو سمحتوا قولوا لي عبد بس مش عبد للخطية بس عبد للمسيح طب ما إيه إيه رأيكم إن أنا يعني إيه أبلانس شوية ما بين سام تايمز أخدم سام تايمز أي سيرف ده ذا السن سام تايمز أي سيرف ذا لورد جيسس يعني عشان بس أبقى إيه كول أبقى جاين ألونج مع ذا كوميونتي أند سوسايتي أند سو in the book of Matthew chapter 6 24 يقول no one can serve two masters ما يقدر يخدم سيدين for either he will hate the one and love the other or else will be loyal to the one and despise the other you cannot serve God and mammon لا يقدر أحد أن يخدم الله والمال المال بقى اللي هو الذات المال اللي هو الإيجو The moment is myself, I am, ما از is uh, the wealth outside the meaning is position any call it anything you call هخدم المال ولا هخدم ربنا أكون عبد أكون عبد المين المال مش حرام ولكن السعي وراء المال أبقى سليف للمال هو ده المشكلة خليني عبد للمسيح زي ما بولس الرسول Paul and Timothy bound servant of Jesus Christ بولس عبد يسوع المسيح، بولس وتمساوس عبد عبد يسوع المسيح، خليني اشتغل مع نيو ماستر. So first if I want to start a new life, I choose my master. Second, this master has a law. I have to follow his law. اشتغل بالاسلوب اللي المدير بتاعي عايزه او السيد بتاعي عايزه. The law of language, and at the time of, uh, the, time of the, last, uh, uh, Friday, the Good Friday, or the Last, uh, the, the last Supper, and uh, Thursday, when the Lord Jesus Christ went at the house of the Koyafa for, for the trial, a maidservant, a khadima, she went to St. Peter and told him what? Your language يعني إيه بتشو يو كده بتوريني uh, الأبير بتاعك لغتك تظهرك أنت تبع المسيح ولا تبع اليهود ولا تبع العالم؟ هاو أباوت يور language If I want to start a new life choose your language as in book of Matthew chapter 5 verse 21 You have heard that it was said to, to those of old, "You shall not murder, and whoever murder will be in danger of judgment. But I say to you, whatever the angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. but whoever says, you fool shall be in danger of hell fire.". يعني إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لا ومش كده بقى، ومن قال لأخيه رقا يا غبي كلمة يا غبي اللي يقول يا غبي لأخوه كلنا مع بعض كده يكون مستوجب المجمع ويكون يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. اللي يقول لأخوه يا أحمق أو يا غبي لا ده إحنا ما بنقولش يا غبي ده إحنا بنقول وبنقول ده إحنا بنشيل ونكيف. صح؟ بنقول ونشتم ونجيب الأب والأم والسلسفيل والعيلة كلها ونجيب ونجيب ده قال لك بس لو قلت يا غبي يستوجب نار جهنم ها هتشوز ايه؟ تشوز نيو لايف نيو لانجوج نيو ماستر اور يو جانا كيب جوينج ويز ذا اولد كونتراكت تشينج يور لانجوج لغتك تظهرك انت ابن للمسيح ولا ابن للخطيه also a new law of obedience هتطيع مين هتطيع العالم ولا نطيع المسيح also in book of Matthew chapter 5 27 you have heard it was said to those of old you shall not commit adultery but i say to you that whoever looks at a woman to lust for her, to lust for her has already committed adultery with her in his heart. هطيع ربنا ولا أطيع العالم بقى العالم يقول لك خد ال, 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 ال واتفرج حاجات ببلاش كده ويا ده حاجة وحشة خالص يا I'm so sorrowful. I'm, I'm feeling bad and, and I shouldn't I, I'm feel regretting and, and, طب ما ربنا عندنا وصيه يا حبيبي ده كان زمان يقول لك لا تزن النهارده يقول لك بس اللي ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنا بها هختار ايه هختار دو نوت لوك اور اختار العالم اللي كله سايح على بعضه ونا ايفن سايح على ده زي ليجلايزد تو ال جي بي تي ال كيو السكولز ال, ال الاباحيه كل الكلام ده طب اشتغل إزاي؟ أبتدي نيو حياة جديدة ولا زي ما أنا اللي كان بيتعامل في ال all year long I keep going it choose a new life a new master a new kind of obedience a a new kind of language a new a new law of love الحب بتاعي ماشى إزاي؟ دي كلها it's like category you can manage uh, you can scale yourself

Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم لا هو غلط فيا لا ده غلطة فيا لا ده نرجسي لا ده نرجسية لا ده شغل بتاع وندخل في بقينا كلنا محللين نفسيين وبقينا كلنا خبراء في الطب النفسي وبقينا كلنا نحلل الشخصية بص أو جوجل بيقول وكأن جوجل هو المرجع بتاعنا طب والكتاب المقدس الكتاب المقدس اللي لنا حبوا بعض باركوا لعنيكم زوجتك زوجك مش عارف اه ابنك بنتك مين عمل ايه؟ لا كرامتي الا وفي الاخر الحق يا ابونا وتعالى يا ابونا وابونا نحاول نثبت انه مش نرجسي الاول وبعد كده نبتدي في حياه مواويل طب نيو لايف نبتدي حياه جديده ازاي نبتدي نيو لو ازاي نبتدي لوف مع بعض؟ ازاي نبتدي احبوا بعض؟ المحبه تغفر كل شيء المحبة تسامح، المحبة تستر على كل شيء، بنستر على بعض ولا بنقبن ونفضح بعض؟ يبقى عايز تبتدي حياة جديدة في نيو ماستر نيو لو اوف اوبيدينس لاف نيو بيربس، أنت هدفك إيه في الحياة الجديدة؟ هدفك إيه في السنة الجديدة ديت؟ put yourself set up a, a, yourself a goal and try to achieve it Try, put some energy, put some effort. The purpose sent, uh, in, uh, in the epistle of Saint Paul to Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do, word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Do you do all in the name of the Lord Jesus Christ? Well I have a different if I have a different purpose. Collision three seventeen. كل حاجة لتكن باسم يسوع المسيح وكل ما عملتم بقول أو فعل فافعلوا كل باسم الرب يسوع المسيح شاكرين الله الآب أنا بشتغل على حساب مين نفسي وذاتي وأنا ولا بشتغل وبراعي ربنا وبقول لا أنا بعمل كده أنا بتعامل مع المسيح سواء في شغلي سواء في بيتي سواء في بيزنس سواء في أي مكان أنا بتعامل مع المسيح لا دسلي على طرف أدس اقطع له رجله خالص put yourself a new a new purpose 2 Corinthians chapter 5 verse 15 and he died for all and those who live should live no longer for themselves but for him who died for them for them and rose again انا عايش للمسيح كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الأشياء العتيقة مضت 15، وهو مات لاجلنا، لاجل الجميع لكي يعيش الأحياء فيما بعد. لا لأنفسهم، أنا عايش للمسيح، ولا أنا عايش للعالم. put yourself also a new image. أنا صورة المسيح. In, in, uh, in uh, Corinthians also Second Corinthians 2 verse 15 for we are the God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who لأننا رائحة المسيح الزكية whoever deals with you smells رائحة المسيح الزكية ولا بيقول الإنسان ده ما تعملش معاه تاني آخر واحد أتعامل معاه تاني so at the end If you want to start a new life, if you want to start a new year, having a new master, don't be slave for sin, but, but be a bound servant for Christ. New law of ob language, obedience, love. New purpose of your life and new image that you be the smell and the aroma, the fragrance of Christ among the, the world. ربنا يدينا نعمة وحكمة وبركة ان احنا نبتدي جديدة ويجدد قلوبنا لالهنا كل مجد وكرامة من الان وكل اوان والى دهر الدور كل عامين